اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف اللي منورني النهارده ومشرفني في برنامج الاشبال. ضيفي لما احنا بنتكلم عن الثلاثيه بتاعت النادي الاهلي، هو حاضر بقى من الجيل بتاع الرباعيات والخماسيات والثلاثيات، ما شاء الله كان موجود في كل المحافل الكبيره والنهائيات والمحافل الدوليه للنادي الاهلي، وكمان كان جندي مجهول. عمرنا ما سمعنا عن مشكله عملها في النادي الاهلي على مدار تاريخه هو موجود. ايضا كمان هو خارج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لقبه مانويل جوزيه بميسي النادي الاهلي، هنعرف منه دلوقتي حكايه ميسي. برحب بضيفي كابتن احمد السيد، منورنا كابتن احمد في برنامج الاشبال على قناه الاهلي. اهلا بيك يا اسامه طبعا، وسعيد بوجودي النهارده معاك في قناه بيتنا النادي الاهلي. قول لي بقى حكايه ميسي في التقرير، يعني بيقولوا لك هنعرف حكايه ميسي من خلال احمد السيد دلوقتي. لا لا، هو كانت يعني موضوع كوميدي شويه. كنا كابتن خالد بيبو ما كان بيجيب ستارز جديد، فكنت انا على طول باخد الين الستارز منه وبعد كده باخده منه، يعني بعدين باخده يعني. فكان هو اتمرن بالستارز بتاعه ده تمرين، وبعد كده قال لي لا ده انا جاي رجليا فاتمرن بيه. فمستر مانويل كان عامل اليوم ده التمرين بتاع الفينش على الجول، فاكره اللي هو ار 2 بتحط بيمينك وشمالك اللي هو ار 2. انا التمرين ده غريب قوي، يميني وشمالي في المقصات، كانت غريبه قوي. ماشيه بقى، وخالد بيبو بقى معمي عمال يشوط بقى في مستشفى المعلمين وفي حتت بعيده. الجزمه بتاعتي بقى، الجزمه بتاعتي واخده على اصطاد الناس اللي في البرج، الجزمه واخده على التكالنج والتطفيش بقى بتاعتي بقى. فهو جوزيه قال لي تعالى وفي النهارده، قلت له انا لابس جزمه خالد بيبو بس. قال لي خلاص بس النهارده هسميك مارادونا. بعد شويه لا، مارادونا تخن هسميك ميسي. بدا بقى خلاص. كمان في هدف حلو حطيته والحضري طالع، بدل ما تشوط رحت عملت شيب مفيد. اه ده في البتاع ده ساعتها بقى، ومن ساعتها قال لي بقى انت، قال لي لو تعمل كده في الماتشات هتبقى تلعب مهاجم. من ساعتها بقى سماني ميسي بقى.